مجدا مجدا مجدا. قول هذا هو كتاب المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير اليوم باسم الرب يسوع. اسكب نعمتك علي يا رب ورحمتك، وبالإيمان أسلك لا بالعيان باسم المسيح يسوع. كل شعب الله يقول يا رب. لا نفتح أذهاننا لكي نفهم الكتب وقوة الله. تعالى قدسنا، تعالى ساعدنا الآن يا رب لكي تعمل فينا هذه الكلمة، لا تكون كلمات من دون حياة، لكن تعالى أنت جيب الحياة لكل واحد فينا الآن بسبب الكلمة. نحيا اليوم، مكتوب كلامي الذي أكلمكم به وروح وحياة باسم المسيح. أني أعظمك لأنك أنت تزيد، كل واحد فينا ينقص. أني أعظمك يا رب لأنك أنت الآن تتعظم، إنها كلمتك، إنه ملكوتك، وأنه اسمك الذي نتحدث عنه، وليس أي اسم آخر أو ملكوت آخر أو أي كلمة أخرى باسم المسيح. آمين ثم آمين ثم آمين. هاللويا هاللويا. تفضلوا. مجدا مجدا مجدا. كان عندنا فرصة رائعة نهار الأحد الماضي، وقدرنا نقف درس، لكن اليوم رح نرجع له. هاللويا. عن التلاميذ الاثناش، وبتخيل راح لكتير، ما بقى إلا القليل من هذا الموضوع. وبعد في تلميذ أساسي ينبغي أن نحكي عنه من هلأ لآخر سنة 2005. لا ما تنازل، مش هلا مش هلا. لكن بالحقيقة في أشخاص مبارح كانت عم تقول لي يا ريت بنقعد بنحكي عن التلاميذ الباقيين اللي هن ما كانوا من 12، وبالأخص الرسول بولس. اللي بيطلع عندي على المكتب بيعرف في عندي كتاب هالقد يتحدث عن الرسول بولس، يعني بدي سنة 2005 و6 و7 ولربما بدق بالثمانية بكون بعدني عم بحكي عن الرسول بولس، وما بقدر كونه فيت مظبوط 100% شو لازم احكي عن هذا الرجل. صبح اذا بدي اعلم عن كل التلاميذ، بس رح ابقى اعطيك لمحه شامله اذا بتحبوا عن كل حياه كل تلميذ، والخاصه الاشياء اللي مش مكتوبه في الكتاب المقدس، او الامور التاريخيه اللي صارت اللي تعلمناها من خلال التاريخ. تحدثنا امور كثيره عن التلاميذ، واليوم مجددا حابب اذكرهم امامك لهدول التلاميذ، انه 12 تلميذ، واحد منهم كان خائن اسمه يهوذا الاسخريوطي، تتذكر؟ نعم. مين بيعرف شو القاسم المشترك بين كل هدول التلاميذ؟ نعم. ما سمعت. طلب حدك اساله انت تابع؟ اللي انت بحد ذاتك تابع اليوم. نعم. مجددا يا احبائي، ليس هذا رائع بانه الرب قرر انه يشتغل من خلال تلاميذ؟ اليس هذا رائع؟ نعم. مين بيعرف انه يسوع كان في دق سولو، ما كان محتاج لتلاميذ؟ يسوع ما كان محتاج، كان في يشتغل لحاله يسوع، مش محتاج لتلاميذ. شو بكم؟ طالب حدا قال له مش هو المحتاج لك، انت المحتاج له بالحقيقه. لكن أليس هذا رائع بأنه اختار أن يحتاجك؟ أليس هذا رائع بأنه نقى أنه يشتغل من خلاله ومن خلالك؟ بولس رسول قال نحن عاملون مع الله. نعم؟ كل واحد هيك يقول أنا عامل مع الله. نعم. اسمعني الآن، لا تستطيع أن تعمل مع الله، سوف تخرب مع الله إن لم تكن تابع، إن لم تكن تحت غطاء. وتذكر معي الآن بأن بسبب هذا الغطاء استطاع يهوذا الخائن اللي فيه شيطان، اللي هو ابن الهلاك معي، استطاع أن يصنع معجزات، استطاع أن يبشر بالملكوت، استطاع أن يطرد شياطين. ليه؟ بسبب هذا الغطاء اللي فوق منه معي، بسبب هذه المسحة المفروشة فوق منه اللي هي مسحة المسيح أو امتداد المسيح، لأنه الذي رسله ذهب باسمه. الآن اسمعني جيدا،
لما يهوذا راح، راح باسم مين؟ باسم يسوع. بمعنى آخر، أخذ سلطان يسوع. إذا كان في سفير اليوم لشي بلد، هو لا يتحدث باسمه الخاص، وإذا عمل هيك بيستدعوه دغري. في أشخاص لربما راح يستدعيهم الملك. تعال شوف شو عم تعمل. ليه؟ لأنك سفير. وبولس الرسول قال نحن سفراء الآن للمسيح. عندك سفارة، تعرف أيها سفارتك؟ جسدك، هذه سفارتك، معلق عليها علم يسوع. وطبعا ضمن هذه السفارة أنت ما اسمعني شو بدي لك، لأن أنت ما بتقرر شيء. شو بك؟ أنت ما بتقرر شيء، لأنه بالحقيقة القرار مش لألك، مش لألك نبيل، هو يقرر كل شيء. المشكلة إذا أنت لا تدرك شو معنات التبعية. المشكلة أنك أنت تدرك أنك بعد عندك استقلالية في هذه التبعية. اسمعني شو بقول لك، النهار اللي قررت أنك تتبع يسوع، أنت قررت بالحقيقة أنك تبطل تقرر. ولاحظ معي الآن أنه كل مرة أنت بتخطي وأنا بخطي، هو لما أنا وياك نقرر أنه نقرر، صح؟ عادة لما هو بيقرر دايما ما في خطية، ما في مشكلة. أنت بتجي المشكلة نهار اللي بتقرر أنك أنت تأخذ القرار. ليه؟ بمعنى آخر أنك تتعدى صلاحيات السفير وتأخذ قرار الذي قد وكلك. هللويا. الآن اسمعني جيدا، النهضة في العالم هي لما بتبلش الكنائس بطل تقرر. صح؟ اقرأ كل تاريخ النهضات وكل رجالات النهضات في العالم، كيف صارت النهضات لما قرروا انه يبطلوا يقرروا، يعطوا كل القرار لصاحب القرار ويكونوا سفرة ينقلوا الخبر السار بحسب ما قد دعاهم الملك. يا أحبائي اسمعني جيدا الآن، لأنه أنا وياك ما منقرر، هذا يعني ما عندك أجندة. نعم؟ ليه ما عندك أجندة؟ لأنه بالحقيقة أنت ما بتقرر. مين اللي عنده أجندة؟ هو الشخص اللي بعد عم بيقرر. ليه؟ لأنه بالحقيقة عنده خطة رقم ب، خطة ألف في خطة الله، بس إذا ما مشي الحال بقدر دبر حالي، أنا عندي خطة تانية. وعادة يا أحبائي الخطة الألف في طريق وعرة، لكن لأنه نحن مش حابين هذه الطريق الوعرة دايما عندنا أجندة حتى لناخد شورت كات، يعني الإدومية. شو بدي سميها شورت كات؟ يعني طريق مختصرة، فكرة فز على كل مسائل. لكن اسمعني شو بدي لك، لين بعد خبرة، بعد خبرة مستحيل انك تقدر تنجح كل الاوقات بانك تأخذ هذه الطريق الوعرة، او اسمعني شو بدي لك، طريق المختصرة عفوا، مستحيل انك تقدر تنجح بانك تأخذ هذه الطريق المختصرة، لانه وين ما بدك تروح بعدك جزء من مملكته. وين بدك تروح؟ بعدك ضمن صلاحيته. هللويا. أليس هذا رائع؟ يعني ما في حل غير أنك توقف. نعم؟ وتصير. تسلم، الله يخليك. منطق ولا مش منطق يا أحبائي؟ والمشكلة أنه كلياتنا نحاول أن أنا بدي أعمل هيك وأنا بدي أعمل هيك، وأنا عندي خطة وأنا عندي إيمان وعندي رؤية وعندي 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 وعندي. واقف شوي صغير الآن، الله شو بده؟ أنا بقول الله هيك بده. الآن إذا كان الله هو بده هيك، اسمعني شو بقول لك الآن يا أحبائي، الله يفتح الأبواب، الله يسكر أبواب أخرى،
الله يزيل الأمور، الله بيظبط كل المسائل، الله هو الذي يقرر. في حينه، يأتي حينه، لكن أي شيء يخرج قبل حينه راح يطلع مسخ. تخيل مثلا 2 مجوزين وامرأة صارت حامل، وبعدين صار البيبي عمره شهر، يا الله بدي انطر 9 شهور خلاص منطلعه هلأ، بتشيله هالقد صرصور ومسخ ميت. تخيل مثلا صار عمره 4 شهور، بعد ما ننطر ما الرب بده ياني اكيد جيب اولاد 100%، بس بحينه. امين. لا المشكله انا وياك يا احبائي انه مش ما بنعرف شو الله بده، المشكله انه ما بنمشي بحسب شو الله وامتى الله بده شو بده. امين. امين. مشان هيك لين اذا بتقرا بحياه الرسل او تدرس حياه الرسل 12 كانوا اتباع 100%، وهذا اللي خليهم يكونوا مميزين مع انهم اشخاص عاديين لكن بإرسالية غير عادية. نوا بتقرا كل حياة رجالات الله كانوا اشخاص اقل من العاديين. سميث بوغلزورث كان سنجري وطلب الرب، كان عمره 40 سنة لما طلب الرب، وما كان بيعرف يقرا ويكتب. سميث بوغلزورث، تقول لي مين هذا الزلم اللي اسمه مش عم بعرف اقوله؟ هذا الرجل اقام 18 او 19 ميت بحياته على الارض، 9 منهم موثوقين بوثائق، 9 منهم بوثائق ان هو الميتين كانوا عندهم وثيقه ميتين واقام شهادات. واحده من الاشخاص اللي اقامها شالها من التابوت هيك وضرب على الحيط، اوعى تعملها انت بس. وقال لها عيشي، قامت عيشي، هاليلويا عيشت، بس صار يوجع ظهرها كله. هاي نكتة شربل. هذا الرجل كان سنجري، الكتاب الوحيد اللي تعلم يقراه هو الكتاب المقدس، مرته علمته يقرا الكتاب المقدس، ما عرف يقرا ولا كتاب تاني. على فكره مرته بقيت مضطهده منه كل الوقت لهي كانت مؤمنه. مره شحطها برات البيت، قعدها برات البيت 2 أو 3 يوم، شحطها ضربها وشحطها برات البيت. بعد 2 يوم فتح الباب لقاها بعدها واقفه قدام باب ناطره، بس فتح الباب فاتت وما كانه في شيء. يا لهذه النساء يا أحبائي. لا اوعى تعمل هيك بمرتك انت، لا 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 اوعى تعمل هيك بمرتك انت. هلا ما بتقولي انا بدعم مش مؤمن، لا اسمعني شو بقول لك لين، بس قدرت ربحت زوجة للرب وصار من اعظم رجالات الله، من اعظم رجالات الله. هذا الرجل يا أحبائي 100% تابع، 100% تابع. جون هاس، على فكرة هذا الرجل كمان، جون هاس كان قبل لوثر، كان راهب، كل اللي بده يعمله كان بس بده يعبد الرب، واكتشف حقيقة الكتاب المقدس قبل لوثر. حرقة، قال لأنه كان الكليروس تكره عم يجدف، قال كيف بيقول انه الله واحد ويسوع بيخلص بالنعمه؟ تجديف. كيف بيقول انه الاب والابن روح القدس هو اله واحد؟ وكيف بيقول انه الله بيخلص بالنعمه ويسوع المسيح بيقدر اليوم يخلصك ويشفي؟ كيف بيقول هيك؟ يا عيب الشوم عليه، قام حرقوه. استقر عن اشخاص كثيرين، اذا بخبرك في كل التاريخ عن هكذا انواع تلاميذ. حابب خبرك الآن عن التلاميذ تبع يسوع، بدي ذكرك فيهم. يعقوب، في يعقوبين مظبوط، على فكرة كانوا يسموا يعقوب الكبير ويعقوب الصغير،
يعقوب الصغير هو يعقوب أخو يهوذا، كاتب رسالة يعقوب، كاتب رسالة يعقوب. هذا اليعقوب أخو يهوذا كاتب رسالة يهوذا، اللي بتقرأ أنه يهوذا أيضا كان واحد من التلاميذ. مات هذا الرجل يا أحبائي بعد ما أن ضرب بالعصي ورجم من اليهود، وبعدين سحق رأسه. هذا أول تلميذ. تعرف كيف سحق رأسه؟ كانوا يجيبوا شقفة يربطوها هون، وبعدين يصيروا يشدوا من كل ميلة ليفجوا له دماغه. هذا أول تلميذ. يعقوب بن زبدي أخو يوحنا الحبيب، تعرفوا كيف مات طبعا، لأنه دون عنه في الكتاب المقدس، قطع رأسه. يوحنا بن زبدي، يوحنا الحبيب، واثنيناتهم اللي خالت يسوع، الوحيد الذي لم يمت قتلا لكن نفيا، وبالحقيقة حاولوا أن يقتلوه بعدة طرق لكنه لم يمت، حاولوا أن يقتلوه كذا مرة لكنه لم يمت. فيليبوس استشهد في هليابوليس في فيرجا، جلد ووضع في السجن مدة طويلة من ثم صلب. يهوذا أخو يعقوب الصغير، على فكرة هذا أيضا يهوذا كان اسمه تداوس، هو ذاته يهوذا، أو تقرأ أنه تداوس أو تقرأ يهوذا، نفس التلميذ نفس الاسم يهوذا أو تداوس. صلب سنة 72 ميلادية بأديسة. بارتلماوس هو اللي ترجم إنجيل متى إلى لغات عديدة في الهند، ووعظ بعدة دول في قارة آسيا على فكرة، وانكتب عنه مخطوطات عديدة، واحد من التلاميذ. ضرب ضربا قويا ثم صلب. توما دعي على فكرة، توما ديدوموس، وهو أيضا كان من أشهر مؤسسي الكنائس في الهند، وعلى فكرة الآن الطائفة السيرينية هو من عواميد هذه الطائفة قديما يعني، بس مش هلا الكليروس، ما عم نحكي، عم نحكي عن بداية المسيحيين في الهند، لأنه أصل السريان هو من الهند على فكرة. وعظ في بيرسيا وفي الهند، وبعدين قتل رميا بالرمح، قتل رميا بالرمح. سمعان الغيور وعظ وعاش في موريتانيا بأفريقيا، وأيضا ذهب إلى بريطانيا وعاش وقت طويل ببريطانيا العظمى، وأسس الكنائس ومؤمني والمسيحية بأوروبا بذلك المكان في بريطانيا. صلب ببريطانيا سنة 74 ميلاديا. اندراوس أخو بطرس، أخو سمعان بطرس، وعظ في عدة دول أسيوية، صلب في المقلوب مثل خيو بطرس. متى كاتب إنجيل متى، وعظ وعيش بأثيوبيا في مدينة ندابة سنة 60 ميلاديا، قتل بالفراعة. على فكرة في فراعة طويلة. يعقوب الصغير على فكرة كاتب رسالة يعقوب، ترجم إنجيل متى من العبرية، لأنه انكتب إنجيل متى على فكرة باللغة العبرية، ترجمه إلى اللغة اليونانية. بطرس، سمعان بطرس، وهو التلميذ الأخير سوف نتحدث عنه، طبعا بتعرفوا كيف مات، أيضا صلب بالمقلوب سنة 64 ميلاديا، وهو الذي أوحى لكتابة إنجيل مرقس، هو الذي أوحى لمرقس بكتابة إنجيله. يا لروعة أن تعرف بأن ستة من أصل 12 ماتوا مصلوبين، يا لروعة أن تعرف أنه كلياتهم شربوا الكيس اللي قالوا أنه نحن فينا نشربه، لأنه يسوع قال لهم الكيس رح تشربوها لكن ما فيكم تجوا معي الآن. لم تقرأ عن هدول الرجالات، هدول التلاميذ الاثناش الأتباع، شو بتحس؟ مؤسسي الكنيسة المسيحية
طبعا مع شريكهم الروح القدس. هذول هن الأتباع الأوائل ليسوع اللي نقاهم بين كل الناس. بدي أسألك سؤال، لو كان يسوع ذهب ونقى الأشخاص اللي مفروض أنا وياك نفكر إنه هو ينقيهم، وقلت لك اللي عجبني دائما إن أدرس عن هذول التلاميذ إنه مين يسوع نقى ومين ما نقى. بهداك الوقت لما بتقرأ تاريخ تعرف بهداك الحقبة من التاريخ كان في كتير مؤمنين أبطال، كان في كتير أشخاص عظيمين بالمعرفة بالعلم بالثقافة بأمور كتيرة، وشفنا منهم أشخاص اللي إجوا بعد الرسل، واحد منهم الطبيب لوقا. أليس هذا رائع بأنه اللي نقاهم يسوع الاثناش ما طلع منهم إلا واحد، لكن الاحداش الباقيين اللي نقاهم يسوع كانوا أتباع حتى آخر رمق من حياتهم. شو اللي خليهم يصيروا هيك يا أحبائي؟ شو اللي خلى هدول الاحداش يدفعوا حياتهم ثمن تبعيتهم؟ الحب، الحب اللي استقبلوه من الله في المسيح يسوع. بولس الرسول قال إن الله ملأ قلوبنا، قال بروح القدس سكب حب في قلوبنا، بروح القدس إن الله سكب محبته في قلوبنا بروح القدس. قال كيف فينا نكون مش هيك؟ كيف فينا؟ قال لأن الذي مات عنودا عن الجميع ثم قام لا لكي يحيا الجميع فيما بعد لأنفسهم، بل الذي مات عنهم ثم قام لا لكي يحيا فيما بعد أي إنسان لنفسه، بمعنى آخر يلغي ويخزق كل أجندات تانية، لا تحيا فيما بعد لأي شيء آخر، لكن أحيا فقط للذي مات عني ثم قام وأعطاني هذه الحياة التي أحياها الآن على الأرض. قال وأما الحياة التي أحياها الآن على الأرض، هذا رسول بولس، إذا بدي أقعد أحكي عنه ما بعرف كم سنة بدي. هذه الحياة قال هي بالإيمان بالمسيح يسوع الذي أحبني وبذل نفسه من أجلي. لاحظ ما قال أحبنا، لاحظ ما قال بذل نفسه من أجلنا، قال أحبني. ليش أنا؟ أنا الذي أردت أن أقتل التلاميذ، أنا المضطهد للكنيسة، أحبني. أنا اللي ما كنت فاهم أي شيء من أي شيء، أحبني. هذا بيلي بيقول لك إذا كان أحبه هو إذا بكل تأكيد يحبك أنت أيضا يوم، ولو بذل نفسه من أجلك أنت أيضا اليوم. مين ما كنت تكون اليوم قاعد في هذه القاعة، هو يحبك وبذل نفسه من أجلك أنت أيضا، لا لكي تحيا فيما بعد لنفسك بل للذي مات عنا ثم قام. هذول الرسل جميعا يا أحباء الكتاب يقول لم يحبوا حياتهم حتى الموت، لم يحبوا حياتهم حتى الموت. هذول الرسل جميعا اللي أنا وياك اليوم عم نقرأ عنهم الناس عاديين، يعني جابهم صيادي سمك، أشخاص لا تعرف شيء، كل اللي بتعرفه أنه أحبت يسوع ورأت فيه الله اللي تجسد من العذراء. الآن اسمعوني، إذ أريد أن أدخل أن أتحدث أكثر عن الرسول سمعان بطرس، أريدك أن تصغي جيدا لشخصية هذا الرجل. لما حكينا عن كل الرسل تحدثنا عن كل واحد كان عنده شخصية مختلفة عن كل واحد آخر، تذكروا؟ بعد حدا رفيق لكل شخصيات الباقيين اطلع عدلك ياهن بسرعة. يوحنا ويعقوب عصابات، مظبوط؟ ولاد الرعد. يعقوب ويهوذا هو الاثنين اللي كاتبين رسالتين بالكتاب المقدس بالعهد الجديد، تقرأ عنهم يعقوب، رسالة يعقوب
ورسالة يهوذا. على فكرة يهوذا كان متأثر جدا برسالة بطرس الثانية. إذا بتقارن رسالة يهوذا تلاقي كأنه يهوذا قري رسالة بطرس الثانية وعلى أساسها كتب هذه الرسالة أيضا. مش مرة جربت تقارن بين رسالتين بيشبهوا بعض؟ حدا انتبه شي مرة؟ نعم. الآن أيضا هدول الاثنين يا أحبائي شخصيات كانت شخصيات نادرة، شخصيات كانت تراقب اثنيناتهم ولا تفعل شيء، فقط تراقب، إلى أن امتلأت بكلمة الله لدرجة أنه صارت أكبر معلمين في الكنيسة. تقرأ عن بارتلماوس، أشخاص شخص المختفي كليا لكي يظهر الآخرين. تقرأ عن فيليبوس، شخص يحب الكلمة، بيعرف كل شيء، خلينا نقول ناموسي، لكن أيضا أحبه الرب. تقرأ عن توما، يلي هذه الشخصية رائعة ما بيصدق شيء. تقرأ عن سمعان الغيور، حزبي وناشط من نشطاء الحزب بهذيك الوقت ضد الاحتلال الروماني. تقرأ عن اندراوس أخو بطرس، متدين روحاني يحب هكذا أمور. تقرأ عن متى، جابي ضرائب وعيش عيشة أرستقراطية، ما هيك؟ والآن نقرأ عن بطرس. من هو هذا الرجل؟ صياد سمك، عنده بزنس صيد سمك، هو والشركة، هو وخيه وأصحابهم يوحنا ويعقوب ولاد زبدي. زبدي مجوز اخته لمريم، مريم تكون امه ليسوع بالجسد، صح؟ نلاحظ كل هذه مع بعض، عائلة بزنس. والكتاب يا أحبائي يتحدث عن كيف بطرس طلب الرب. حكينا عن هذا الموضوع بالأسبوع الماضي، بأنه أول مرة إجا وشاف يسوع، لكنه كان طبعا مستاء من خيه أندراوس كيف عم بيعرفه على يسوع، إلى أن انجبر أنه يأخذ الشختورة لنص البحيرة بهذاك الوقت، ويسوع يعمل عجيبة اصطياد السمك، وفجأة بطرس الكتاب يقول ترك كل شيء. الرائع بالموضوع اللي في أي كتير هيك بتضحكني وبنفس الوقت تعني لي كثير، قال في الحال لما الرب دعاهم لبطرس ويوحنا ويعقوب من بعد ما كانوا شركة صيد سمك، قال دعاهم، قال في الحال ذهبوا تركوا الصيد وشباكهم وقرابهم وأبوهم زبدي. تعجبنا لي، قال تركوا أبوهم زبدي، بمعنى آخر ما بدنا شيء بقى. ليه؟ الكتاب يقول يا أحبائي اسمعني جيدا الآن، هل هذا يعني بأنك تروح هلا اليوم على البيت ضب غراضك وتفل؟ لا، مش هذا اللي عم بحكي عنه الآن. هذا يعني بأنه الرب الآن يريدك أن تنتمي لعائلة أخرى. ما هذا قال شيء؟ هذا موافق معي اليوم. بمعنى آخر الآن كل العائلات الموجودة هون على الأرض فيها البركة، نشكر الله من أجل كل عائلة، لكن الآن أنت تنتمي إلى نسل جديد، لأنه الآن الولادة الجديدة اللي أنت ولدت منها هي ليست من بشر ولا من رغبة رجل ولا من رغبة امرأة، لكن من الرب يسوع بالروح القدس بحسب كلامه. إذن أنت الآن تنتمي إلى سبط ملوكي، في دم ملوكي يجري في عروقك جلالة الملك فارس. كي تبدو، قد تبدو الآخرين أنك لا تشبه أي ملك، تعني بتعرف ليش؟ لأنه بالحقيقة قال له أنت شيء في الجسد هلا، لكن لما تطلع على السماء راح بتشوف أنا كيف راح يكون شكلي. في منكم راح بقوله أنا ما بدي حدا يشوف شكلي بالسماء. اسمعني شو بدي لك لين، شو ما كنت تكون بالسماء، أقل واحد بالسماء ملك، مظبوط؟ أقل واحد يعني ليك ما العائلة أنا عايش في، أنا عايش بعائلة أقل واحد فينا ملك. هاليلويا، مجدا ليسوع.
مجدا ليسوع، مجدا للرب يسوع. هذا فقط على حساب النعمة. الآن يا أحبائي لاحظوا هذا البطرس، الكتاب يقول أنه في الحال ترك بطرس كل شيء وصار عم يتبع يسوع وما بروح، وصاروا مستقرين مع يسوع هذول الاثناش في كل ما يفعله. والكتاب يقول أنه في الحال أيضا استقرأ بإنجيل يوحنا، أول شيء عمله عزمه لعند حماته ليعمل له أكل، وثائبت أنه حماته كانت ساخنة. الكتاب يقول بأنه الرب شفى حماية بطرس وقامت خدمتهم وكمل. مشان هيك بوقتها زعل كتير بطرس من الرب يسوع، عم نكره لأنه شفى حماية. هاي نكتة. الكتاب يقول بأنه صار في علاقة مميزة بين بطرس ويسوع، صار أعز صديق للرب يسوع هو بطرس. وإذا بتقرأ الآن يا أحبائي، هو الرسول الوحيد الذي أعلن عن يسوع بأنه هذا هو المسيح ابن الله الحي. لكن إذا بتقرأ بكل المحلات اللي وارد فيها بطرس، وبتقرأ بعدين بأعمال الرسل، وبتقرأ أيضا برسائل بطرس، يعني عندي أمور كثيرة أوضح، ما بعرف وين بدي بلش بالحقيقة. لكن إذا بتقعد تقرأ كل الأشياء اللي عن بطرس، دائما أول ما بتفتح أي في الكتاب المقدس عن بطرس، ما بتلاقي بطرس عم بيعمل شيء، بتلاقي بطرس عم بيحكي. دائما أي فيها بطرس بتبلش قال بطرس. دور روح عمول ريسيرش اليوم، عمول بحث في الكتاب المقدس، بتلاقي انه ولا مره شفت بطرس ذهب او عمل شيء. دائما بتسمع بطرس قال، ثم قال بطرس، ثم سال بطرس، ثم استوضح بطرس، ثم قال بطرس، وبعدها اتى بطرس وقال. هذا الرسول دائما عنده شيء يقوله. نشبه شخصيه هذا الرجل بالاشخاص اللي هن دائما، يعني بتشوفوا بعض الاحيان اللي هن متسرعين لدرجة أنه بيحكوا قبل ما يفكروا. في هيك أشخاص؟ بطرس بيحكوا قبل ما الله بيحب هيك ناس، اختار هيك ناس بيحكوا، وبتلاقي اللي بقلبهم على راس لسانه بيحكوا عطول عم بيحكوا. طلع الله بيحبني، هاليلويا. عطول بيحكوا، عطول عنده شيء يقولوه، هاليلويا. الرائع ببطرس انه في بعض الاحيان كان يحكي اشياء حلوه، في بعض الاحيان كان يحكي اشياء بشعه، لكن كان دائما يحكي. لكن ولا مره كان يخلي شيء بقلبه، كان دائما يحكي يفكر. بعد انجع عم بفكر، ما يحبسها جواته، ما بيقدر، في شيء جوا بتغرب، بده يحكي، ما بيقدر يسكت. هذا البطرس. الآن اسمعوني جيدا يا أحبائي، مثل بتشوفوا هيك أوقات ولاد صغار بجرسوا أهلهم. نعم، كون مثلا ماشي أنت وياه هيك، مثلا ماشي مع ابنك وماشي هيك، بعدين مرحبا كيفك حبيبي، يعني بتطلع ابنك، بابا مش هذا هو هذا الزلمة كنت امبارح عم تحكي عليه. شو بيك ليه عم تعمل لي هيك؟ مش هذا عمه اللي قلت لي عنه انه منخاره طويل؟ من هدول النوع الاولاد. بطرس عنده قلب طفل يا احبائي، لدرجه انه معظم الاحيان ما بيفكر شو بيقول، لكن بيقول شو بيقول. وعاده بتعرف شو؟ عاده بيقول الشيء اللي كل الناس كانت بدها تقوله بس ما قالته. معي؟ يعني مثلا بتكونوا قاعدين بمحل، عادة بتدفشوا واحد ليحكي. أنا بعرف في كتير، وخاصة بيلعبوا سياسي، خاصة اللي بيلعبوا سياسي، هذه واحدة من احتيالات المسيسين في هذا العالم، إنه بالحقيقة هو بيقعد ورا وبيبعت حدا تاني يحكي، وشو ما يحكي هذا الشخص، إذا حكي منيح أنا بيعته، إذا حكي عاطل كيف تحكي هيك؟ شايفين هيك أشخاص؟ وعادة يا أحبائي بطرس من النوع
اللي دايما لما بده يجي يحكي منيح كلياتهم بصير يقولوا انا كنت هيك بدي اقول، بقلبهم عم بيقولوا انا كنت هيك بدي اقول. ولما بيحكي عاطل بيطلعوا فيه، قلنا لك يا اخي هالبطرس ما بيعرف يسكت. تتذكروا مش بس بيحكي بطرس يا احبائي، لكن يملك قلب انه يريد ان يكتشف كل شيء، يريد ان يكتشف. يملك قلب هذا الرجل بانه متجرئ او عنده جرأة غير عادية، بانه الوحيد اللي استطاع ان يخرج من القارب بين كل الرسل. طيب هو مرة من المرات كانوا قاعدين بقلب بحيرة وكانت الأمواج، قال وهاجت وكادوا أن يغرقوا، الكتاب بيقول، وفجأة شافوا يسوع ماشي على الماء، جاي لعندهم ماشي على الماء. الكتاب بيقول قال افتكروا أول شيء شو يعني، بدي إياك تشوف الآن الفكرة لو سمحت، يعني الموضوع بأنه شافوا شبح أول شيء ليسوع، افتكروا شبح. وفجأة يسوع قال لا تخافوا أنا هو، ما هيك صح؟ يعني بكونوا قاعدين 12 بالشختورة قاعدين عم نكزوا، شو أنا هو يا أخي؟ أخي أسرق تعملنا الحركات. خيفانين، ولا واحد منهم مسترجي يفتح تمه، أنا بقول كل واحد شو أنا هو؟ دخيل وأمواج عم تضرب القارب، راح ينقلب القارب فيهم والماي بقلب القارب، وشافوا يسوع جاي وأنا هو. كان بطرس إذا أنت هو بده يحكي. مرني أن آتي إليك ماشيا على الماء، قديش حلوة تطلع مش هو. متسرع ما فكر فيها. لكن قديش حلوة تطلع انه هو ايضا، ونشكر الله انه طلع يسوع. هكذا شخصيات يا احبائي فيها تهور كبير، لكن دائما انت وانا نحتاج لهيك شخصيات ان اردنا ان نخترق، لانه فيها جنون ايضا، لانه ما حدا اللي بيسترجع ان يعمل شو بيعمل بطرس. ليك شو هالزقف الحزين الإعلان رائع. في تاريخ الكنيسة يا أحبائي، حتى بعدين بتقرأ عن بطرس، تهور بطرس، في ناس بيقولوا هللويا نشكر الله أنه حل الروح القدس على بطرس في يوم 50 وأول وعظة وعظة 3000 شخص إجا للرب، أليس هذا رائع؟ أول مرة بتوعظ هيك 3000 واحد يطلب الرب، تخيل، أليس هذا رائع؟ ونظر للناس قال أنتم هذا اليسوع اللي أنتم نكرتوه، قال أنا محله لو 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 أنا في الريسة بدي أكون واحد مثلك. ما هذا البطرس لا انتهى، لكن ما انتهى كليا. راح تعرف ما انتهى كليا يا احبائي. الكتاب يتحدث عن اعلان، خلينا نشوف هذا الاعلان لبطرس بعد ما انعمل امور كثيره. الكتاب يتحدث بانه لما اجت نازفه الدم ولمست يسوع، نا بتقرا بمتى وبمرقس وبلوقا وبيوحنا، عم حاول لخص لك عن بطرس اليوم، عم حاول لخص لك عن بطرس، بس انت روح دروس عن هذا الرجل. قال لما اجت نازفة الدم ولمست يسوع، ها، قال انشفت يسوع، اطلع هيك وتخيل بطرس ويوحنا ويعقوب رايحين مع يسوع تيشفوا بنت لاياريوس، ذكرتوا المقطع؟ اخذهم ليشفوا بنته لاياريوس،
بنته لياريوس اللي هو رئيس المجمع، بمعنى آخر مثل شي نايب هلا أو شي وزير، رايحين هن مكيف بطرس، رايحين عند وزير نشفي بنته معنا يسوع. وفجأة يسوع قاعد عم ياخد كل وقته بيتمشى، وبعدين مين لمسني؟ مين لمسني؟ بتخيل بطرس مش قادر بقى. قال وبهذاك الوقت بولف قال بطرس، هالجموع كلها عم تسحمك تقول لي مين لمسني؟ ما بيقدر ما يحكي يا خيي، مزعوج بطرس من الشخصية انه بعض الاحيان بيطلع بيسوع بيقول كتير حلو يسوع بس فيه دفو، بارد بارد يسوع. في حدا تعزى من هلا؟ مين انا؟ قال من لمسني؟ قام قال له بطرس. ثم قال بطرس، فقال له بطرس، تقرا دائما، قال بطرس هل الجموع كلها تسحمك وتسال من لمسني؟ قال له لا 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 يا بطرس طول بالك يا خي، اسكت شي مره، نقطني بسكوتك. لو بكل الرسل بصير يا الله بطرس يا الله. بطرس في قوة خرجت من ايه؟ طيب فاشل. وفجأة نازفة الدم تعلن عن هذا الموضوع. الكتاب يتحدث يا أحبائي عن وقت التجلي. بطرس ويوحنا ويعقوب على الجبل، الكتاب يقول قال طلعوا مبسوطين، قال لك الرب اخذنا بيكنيك. شو حلو؟ طالعين نعمل بيكنيك وقاعدين فوق هيك على الجبل. قال هيت لا، قال وفجأة الكتاب بيقول اجا إيليا وموسى، قال ظهروا فوق على التجلي، وبعدين تغير يسوع. بطرس كيف؟ قال هيت لنعملنا ثلاث خيام ونقعد هون. ثم قال بطرس، عنده شيء يقوله حتى بهيدول، بده يتفلسف على موسى وإيليا ويسوع. ولكن فجأة الكتاب يقول عند محل مجد الله كل شيء تغير، قال صاروا كلهم مرعوبين مش قادرين يفتح تمه بقى بطرس ولا كلمة. نازلين من الجبل شايفين شوفة، فيك تتخيل المشهد؟ التسع تلاميذ تحت عم بيحاولوا يطردوا الشياطين ما عم يقدروا. تتذكروا بمرقس 9 بيحكي الموضوع؟ شو بكم كانوا عم بيحكي عن غيري؟ حدا قرا الانجيل؟ مش حدا قرا الانجيل؟ عمل لي هيك بايدك. بتعرفوا وين صار التجلي؟ قال هن فوق على الجبل مبسوطين عم يعملوا بيكنيك مع موسى وإيليا، وتحت 9 رسل عم بيحاولوا يطردوا الشياطين ما عم بيقدروا. وفجأة نازلين يسوع ويعقوب ويوحنا وبطرس، كأنه شايفين شي شوفة. أكيد طبعا، يعني أنت بتقول إذا كنت هنيك كيف تكون شكلك؟ وفجأة التسع رسل اشتقولن، وينكم؟ حبيبي مو مو مو. أكيد بطرس، شباب عندي شيء خبركم اياه، كنا فوق مع يسوع وموسى وإيليا، الحقيقة بدي خبركم بس بكرة بتشتروا كتابي بتسمعوا الكاسات بتسمعوا، ما راح خبركم، بكرة بتقروا الكتاب، راح يكتب كتاب عن الموضوع. والكتاب يقول انه لما كتب رسالته بطرس أولانية قال هذا يسوع اللي عم بحكيكم عنه، هذا مش انا سمعت، هذا لمسته ورأيت في جبل التجلي، رأيت مجده، رأيت هذا اليسوع اللي عم بحكي عنه، لمسته ورأيت. هللويا. اقرأ كيف شهد بطرس في رسالته عن ماذا رأى. ما انا كنت حابب كون نسيان ان بهذاك الوقت ان نزلين من تجلي. بطرس خبرنا شو صار معك، كنت بتقرا الرسالة بدك تعرف صار معه. رأى الرسالة، رأى شو كتب هذا الرجل، اختباره عن الرب يسوع في جبل التجلي. بطرس دائما يتكلم، وفجأة يسوع كان بأحلك الحالات النفسية العاطفية مع تلاميذه. يعني بتخيل المشهد يا أحبائي،
والكتاب يقول، بعدكم ما انتم هون اليوم، هذا هاي بيسمع بعد شوي. الكتاب يقول انه اجى لعنده واحد غني، قال له يا يسوع شو بدي اعمل انا لاطلع على السماء؟ قال له احفظ الوصايا. قال له حافظها من انا وصغير. قال له ينقصك شيء واحد بعد. نظر اليه قال يسوع احب لهذا الرجل غني. قال له بينقصك بعد شيء واحد، روح بيع كل شيء بتملك واعطيه للفقراء وتعا اتبعني. قال فمضى هذا الرجل حزين. وفجأة يسوع هيك مفسود بالرسل، عم تخيل يسوع قاعد حول الرسل، قال ما أصعب أن يدخل غني ملكوت السماوات. لو دخل جمل ثقب إبرة، قال بيقدر أكثر من أنه غني يدخل ملكوت السماوات. لكن المستحيل عند البشر مستطاع عند الله، ما هيك؟ وبعدين بطرس قال من يخلص؟ نعم، عم بتخيل انه يسوع قاعد هيك عم بقول يا عمي نشكر الله، يعني كانه يسوع ونشكر الله عليكم يا شباب انتم مخلصين. عرفت كيف؟ نحن هيك عائله، ليك يا حرام هذا علقان بمصرياته ما عم بيعرف يخلص، كانه هيك يسوع عم بيقول. عرفت كيف؟ وكلهم على اساس امين امين، بس بطرس ما عم بيقول امين، كلهم امين بقلبهم بس اني عم بيحترقوا، ما عندهم شويه مصاري هذا مخبي له كم شغله كل واحد. شو بكم؟ كيف انتوا عم تطلعوا فيه هيك؟ بطرس كان هيك عم يطلع بالرب، هذا طلع كيف لحظه شو هالحكي هذا؟ طب من يخلص يا اخي من يخلص؟ قال يا بطرس كل من ترك ابا واما. قال له هذا مستحيل عند البشر، لكن هو مستطاع عند الله. قال لك مش الحال، جاوبوا لبطرس. لكن بطرس خيب ما اقتنع، ماشي مع ماشيين هن كلهم سوا الرسل. بطرس بعده من جوا بشي مزعجه، ها نحن تركنا كل شيء وتبعناك يا اخي، شو جينا؟ بدي احكي يا اخي في شيء بقلبه بدي اقوله، لكن رائع انه يقوله من انه يخلي جوا عم يشتغل. حدا سمع علي ليه؟ قالوا نحن تركنا كل شيء. كلياتهم كانوا بقلبهم عم بيقولوا برافو بطرس، هلا برافو. قل له كيما صاروا عم بحردوه. انا يلا بطرس، طيب بطرس يلا. واحد لازم يقول شيء، كلهم ساكتين عم نقول له امين امين عم نقول له امين، حدا قال له شيء. قام القسيس يسوع جاوب. بطرس بطرس يا بطرس. الكتاب يقول يا احبائي، خلينا نقرا بالمقطع بمتى 16 وراح اني هون الاحد كمل، لانه شخصيه بطرس صعب انك تدرسها باجتماع واحد. وفجاه بمتى 16 هللويا 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 كان المسيح يعلم. وفجأة بالمساء لي 13 بول، ولما وصل يسوع إلى نواحي قيصرية فيليبوس سأل تلاميذه من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فأجابوه يقول بعضهم إنك يوحنا المعمدان، وغيرهم إنك النبي إيليا، وآخرون إنك إرميا أو واحد من الأنبياء. هن برأيهم التلاميذ كانوا عم بيجاملوا يسوع. بليز بدي إذا ما سمعت شيء لحد يطلع، لأنه بدي أحكي الإعلان الهام الآن اللي هو أهم إعلان في هذا الاجتماع اليوم. إذا بتريد الآن اسمع جيدا، شخصيات التلاميذ كلياتهم الباقيين شخصيات رائعة، وحكينا عن كل واحد منهم واعطيني حقه صح؟ ها؟ لكن لاحظ معي الآن ما زال عندهم من البشرية إنهم ينظروا إلى الأسيس يسوع ومعتبرين إنه هن عم بيقولوا شيء منيح لما بيقولوا له في ناس بيفتكروك إرميا، مش عارفين إنه بالحقيقة هو اللي خالق إرميا. في ناس يسوع، في ناس افتكروك المعمدان،
في ناس افتكروك إيليا، في ناس عم بيقولوا عنك واحد من الأنبياء، كلهم مبسوطين، واو برافو يسوع، عظيم يسوع. قال هيك الناس عم بتقول عني، بس انتو أكلتوا شربتوا نايمين معي في فرد بيت، نلعب سوا ومنحكي سوا ومنقعد سوا ومنعمل كل شيء مع بعض، انتو شفتوا بشريتي، انتو شفتوا حياتي، انتو بتعرفوا كل شيء عني. ما بدي شو الناس برا اللي ما بتعرفني شو عم تقول عني، بدي انتو شو بتقول عني. كتاب بقول ما حدا نحكي ولا كلمة. تخيل صاروا كلياتهم طلبوا بعضهم البعض، صاروا يا رب يحكي بطرس هلا، يا رب هلا بطرس. كان قبل كلهم يتضايقوا لما يحكي بطرس، قالوا يا رب بطرس يحكي يحكي خلينا نخلص، يحكي شيء تغير الموضوع. شو بتقولوا عني؟ بدي اتخيل انا ليش التلاميذ، بليز ركزوا يا احب عم بحكي شيء كثير مهم، ليش التلاميذ عندما عاشت مع يسوع لم ترى يسوع إلا بطرس، أو لم تعرف يسوع إلا بطرس؟ في مثل بالإنجليزي بقول هيك، familiarity creates content، أو بمعنى آخر رح اشرحه بالعربي، بمعنى آخر إنك تعيش قريب لأشخاص بخليهم يتجاوزوك أو بخليهم ما يعملوا حسابك بقى. بمعنى آخر بتقول هل هالشي كتابي؟ الكتاب يقول عن يسوع، قال ما في نبي مقبول بين أهل بيتي. قال لما شافوه بالناصرة تعرف شو قالوا؟ قال أليس هذا ابن النجار؟ ليش لم يقبلوا يسوع؟ الكتاب بيقول قال ولم يستطع. اسمعني شو بدي أقول لك يا أحبائي، بليز اسمعوا شو بدي أقول الآن، ركزوا إذا بتريد. قال ولم يستطع، ما قال لم يريد، قال لم يستطع، بمعنى آخر أراد ولكنه لم يستطع. هل مسمع ليلين؟ ولم يستطع أن يجري معجزات في بلدته بسبب عدم إيمانهم به. ليه؟ قال لأنه بيعرفوا وين ربي، بيعرفوا وين كان يلعب بسكليت، بيعرفوا مع مين كان يحكي، بيعرفوا كل شيء عنه، بيعرفوا يسوع، نسوته، بيعرفوا وين كان يوقع، بيعرفوا لما كان مش يوقع بالخطيه، لما بيتفركش اكيد هو ولد وقع يسوع شي مره فركش، ما هيك؟ بيعرفوا كل شيء عنه، بيعرفوا وين كان ياكل، ولا واكيد لربما مش لربما اكيد كان يعرفوا انه ما عنده بي، ممكن يكون ابن زنا. سمع؟ قال أليس هذا ابن الجار؟ نعرف إخواته، نعرف أمه، نعرف كل شيء عن جاي بده يحكينها عن الرب، بلا روح خيروه. نسمعني جيدا الآن يا أحبائي، بعض الأحيان إنك تعيش قريب جدا من أشخاص من الله، بعض الأحيان يفقدك ما شو الله بده يعمل من خلال هدول الأشخاص بحياتك. الرسل عيشوا مع الأسيس يسوع ما عرفوا إلا بطرس. ليش بطرس؟ قال نعما لك يا بطرس، مش لأنك قعدت معي صرت تعرفك، لأنه بالحقيقة أنا ما كنت أفرق عن أي أحد آخر، بنعس بأكل بنام بجوع بضحك بفرح بحزن مثل كل الناس، لكن أبي الذي في السماوات أعلن لك هذا الموضوع مش كرمالك، كرمال هيدول الجماعة كلهم. مشان هيك يا بطرس هذا الإعلان اللي أنت قلته، أنت بطرس أنت حجرة الآن، ولكن على هذا الإعلان على هذه الصخرة أبني كنيستي. بأنك قد بليس معوني شو بدولي أحبة، بليس معوني، قد ما تقرب من يسوع اوعى تتعود على يسوع. لا لا ما سمعته ما سمعته، ما حدا سمع، قلتوا هاليلويا لأنه لازم تقولوا هاليلويا، بس ما حدا سمع. أنا بيعرف. لا لا ما حدا سمع.
ما هذا اسمه؟ قد ما تصير قريب من الرب ورح بتصير قريب من الرب، والرب لما بيحبك ورح بيحبك وبيحبك رح يعملك صاحبه. صاحبك؟ صاحبك الرب؟ في شي حدا الرب عمله صاحبه؟ تقولي شو عم تحكي؟ نعم إبراهيم كان شو؟ خليل الله، صديق الله، صحيح؟ الله بصير صاحبك نصيف، بصير صاحبك، بصير أصحاب. لكن مين هدول الأشخاص اللي الله بنقيهم ونصير صديق؟ بقول أسراره. لاحظ قال لما راح لعند إبراهيم قال أخفي عن إبراهيم أنا شو؟ ليه صاحبه؟ خبي عليه أنا لإبراهيم؟ لازم خبره. أليس هذا رائع أنه رب بخبرك تفاصيل؟ قال أن الرب يكشف مقاصده الخفية لهدول الأشخاص ويتعهد تعليمهم لهدول الأشخاص لأن أصدقائه. لكن قد ما أنت تقرب من الله تذكر أو من الرب يسوع، ورح بيجي وقت تصير قريب من الرب وتصير قريب من روح القدس لدرجة أنك فيك توعى الصبح تقول له مرحبا كيفك؟ اشتقت لك، وين هالغيبة؟ تعبان، مبسوط، تحكي معه مثل صاحبك 100%. لكن قد ما أنت تقرب منه احذر وتذكر بأنه هو الله، أنت مخلوق وهو الخالق. تذكر قد ما تقرب منه. تقول لي ممكن أنه قرب منه لدرجة أنه تعود عليه. إيه؟ في أشخاص بتقرب كتير من الرب بتصير تقول يا للسخافة، هيك أشخاص بصير تقول يي أنا زعلان من الرب، روح لعب غير هون، روح زعل غير هون، يي أنا ما بدي إجي. وفجأة صار يأخذ الله بمهزأة إنه ما عليه، الرب رب بيسمحني بختي، بيسمحني بيجي على كنيسة، ما بيجي على كنيسة، بروح بصلي ما بصلي، ما رب بيسمحني وبحبه أنا حبيبي يسوع. نحن أصحاب، في هيك ناس شايفين هيك أشخاص؟ تعرف شو؟ قد ما قرب بالحقيقة قد ما بعد، لأن يي ما يسوع الذي يسوع. قد ما تقرب منه وقد ما تحبه احذر لربما تخسر كل شيء بسبب قلب لا يدرك معنى هذه الصداقة. قديش انت بدك يا هذه الصداقة؟ قديش حابب تحافظ عليها؟ احكوا معي شباب، ها كنيسة يسوع، احكوا معي. قديش بدك؟ قديش حدا حابب يكون أصحاب مع الرب يسوع؟ كيف تعملها اليوم؟ من خلال الروح القدس. بعدك الوقت كانوا يقعدوا مع يسوع مع الجسد يأكلوا ويشربوا معنا، هلأ أنت كيف تعملها سهاك؟ من خلال شركة ال... حدا عم يفهم علي يا أحبة؟ نا اليوم أنا وياك إذا أنا حابب يكون أصحاب مع الله كيف تعملها؟ من خلال شو؟ شركة روح القدس، صح؟ عند الشركة أنا وروح القدس، صح؟ صح؟ ايه ولا لا؟ قد ما انت يكون عندك شركة مع روح القدس الآن، اسمعني جيدا، قديش بدك تحافظ على هذه الشركة؟ فيها لقوانين، عشان هيك الكتاب يقول لا تحزنوا روح الله. مثل ما في أشخاص تحزن روح الله، لا تحزنوا روح الله، لا، لأنه مرة واثنين وثلاثة وأربعة بعد فترة بيفقد الثقة. حدا عم سمع علي الآن؟ راح أعطيكم مثل بعد، حدا بتسمع لهم كم من هالأحد؟ حدا حب يعرف أكثر بعد؟ أعطيكم مثل، إذا أنا اليوم بغلط رب بسمحني، وبغلط بسمحني، وكل ما بغلط وبتوب بسمحني، صح؟ أليس هذا صحيح؟ مش هو هيك بيقول؟ شو بيقول؟ إن اعترفتم بخطاياكم هو أمين وعدل يغفر ذنوبكم ويريحكم من كل إثم، صح؟ إذن غفران الله غير محدود، صح؟ لكن فقط الثقة. شو معناتها؟ بعد ما هذا فهم شو معناتها؟ معناتها اليوم اسمعني، إذا أنا اليوم بعمل غلط مع رنا، بغلط مع رنا، مع هذه القديسة التقية المحبوبة، ها؟
وهي طبعا لأنه مؤمنة ومسيحية مجبورة شو؟ إذا ما بتسامح بتكون؟ تكون خطية. لازم تسامحني، إجباري تسامحني إذا أنا بتوب، صح؟ أليس هذه المسيحية اللي تعلمناها؟ إنه إن إجا لعندك خيك ما ترده؟ مزبوط؟ مين ما كان يكون، حتى لو حاطط سكاكين بظهرك بس يجي لعندك ما ترده. ليه؟ لأنه أنت لما بتجي لعند الرب ما بيردك. مزبوط؟ إيه ولا لا؟ لكن اسمعني جيدا يا أحبائي، الصداقة رائعة لكن الثقة إذ تفقد ينبغي أن تبنى مجددا. بمعنى إذا أنا اليوم، إذا أنا يعني راح أعطيكم مثل غريب، إذا أنا اليوم جوز مثلا إذا أنا اليوم جوز ورحت لا سمح الله مليار ألف مرة، مش اتجوز لا سمح هلا لكم، لا سمح الله مليار ألف مرة رحت وخنت مرتي، حلو؟ لا مش حلو، مش حلو أبدا. كيف حلو هون؟ قلت بالمكان الغلط. طيب لا الآن عم بعطي مثلا، ركزوا معي. إذا أنا رحت عملت هالعملة الشنيعة، ما هيك؟ لا سمح الله، لا سمح الله، خليني أتجوز قبل هلا، بس إنه لا سمح. تنفترض أنا ورحت لعند مرتي اعترفت لها بخطيتي، قلت لها إنه أنا خنتك. ما عادة وهي مؤمنة عندها حل من اثنين، يا تسمحني يا تطلقني، صح؟ يا تقول لي ما بقى بدي اشوفك بحياتي، وعندها حق. ليه؟ لان انا كسرت العهد. مزبوط؟ لكن اذا قررت تسامحني هذا مش معناته انه هي بتوثق فيي. حدا عم سمع علي الان؟ مزبوط؟ طبيعي؟ طب انا شو لازم اعمل الان لارجع ارجع هذه الثقه؟ لازم ارجع فرجي وابني انه بالحقيقه انا صرت الان محل ثقه، صار فيك ترجع توثق فيي. لو هي مشكله الخطيه اللي انا وياك ما بنفهم بعض الاحيان، والمشكله الابشع بعد يا احبائي انك كل ما عليت بصداقتك مع الرب كل ما كان السقوط ابشع. انا بقول في شيء 20 او 30 واحد عم يفهموا علي، ما بعرف اذا في اكثر من هيك عم يفهم. كل ما عليت كل ما صرت ماشي على سوسو نقطة، كل ما مفروض تصير عم تسلك بتدقيق أكتر، لأنه كل ما عليت كل ما خطورة الوقوع راح بتكون أقوى. نهو المشكلة الآن إنه مش معناته إذا وقعت إنه ما بقى في عندك أمل، لكن المشكلة إنك توقع راح ترجع توقع على تحت. ومشكلة تحت انك انت بتعرف شو في فوق. هاي المشكلة. بس ما فيك تنط لفوق، بدك ترجع تطلع لفوق. وانه الابشع انك تطلع لفوق انك تشوف اشخاص انت مطلعهم لفوق هلا هن صاروا فوق انت. في ناس انت جايبهم للرب ربهم صاروا اعلى منك. اوه ليه؟ شو صار؟ بنت خيزيتي شو صار؟ شو صار؟ بكل بساطة شو صار؟ فقدت الثقة. سامحك، يحبك. ولو في ناس بيجي مثلا اوقات تفقد الثقه اثنين بين، ولو ما في مسامحه افتكرناكم مؤمنين، سامحونا خلص سامحتك، لكن الان عليك ان تبني الثقه. محتاج ارجع اوثق فيك، سوري بدي اوثق فيك ارجع. يا احبائي نفس الامر الان، التلاميذ عاشوا مع الرب يسوع، شافوا كل شيء عن الرب يسوع وعاشوا معه لدرجه صار عندهم تعود عليه.
صار بيقعوا الصبح تعبانين، يمكن أول النهار كانوا يقعوا يسوع هون خانكم، وبعدين خلص يا أخي شو قديش بتضلني، خلص تعبان أنا ما بدي أروح اليوم. شو بضلنا نسير وقديش ما نضلنا نسير، وقلنا أول شيء عسيس جمعة جمعتين، صارنا 3 سنين عم نسير يا أخي، خلص ما بدي أروح، ما بدي أعم، ما بدي أعم، ما بدي أعم، ما بدي أعم. وفجأة يا أحبائي بمجرد أن قال لهم طب أنتم مين بتقولوا أنا؟ لاحظ الإعلان، أنت ابن الله الحي، أنت هو المسيح ابن الله الحي. قول معي المسيح ابن الله الحي، بعد مرة إذا بتريد الآن شو يعني المسيح؟ المسيح يعني صاحب المسحة الممسوح. الإعلان اللي إجا لبطرس بأنه أنت صاحب المسحة الآن الممسوح كإنسان الآن، كيسوع الإبن ابن الله الحي، كيسوع الإبن الآن أنت الممسوح صاحب المسحة. صاحب المسحة رغم كل ما نعيش معك، لكن أنت الآن صاحب المسحة المسيح ابن الله الحي. نعما لك يا سمعان بن يونا، لحم ودم لم يعلنا لك هذا، لكن أبي الذي في السماوات. الله راد الجمعة أو الأحد رح كمل أمور غير عادية عن هذا الرجل، وبالأخص آخر أيام حياة بطرس كأعظم الرسل وكباني أو كواحد من عواميد الكنيسة الأولى. خلينا نوقف الآن مع بعض في محضر رب. الآن يا أحبائي يمكن أنا غلطت كتير تجاه الرب، والرب فقد ثقة. يعني شو معناتها فقد ثقة؟ بعده بحبني، بعدني بالملكوت، لكن في إشي كان إيه اللي بده يعمل لي إياها الآن صار تخدني أطول، محتاج إنه أرجع ابني الآن، إنه أنا كنت بدي أعطيك هيدي بس حسيتك بعدك مش جاهز، مثل ابنك اللي بتعيره أول مرة السيارة بيجي بكسر لك إياها، تاني مرة بتقوله خليك أنت بعد مش جاهز، بعدني بحبك سمحتك انك كسرت السيارة بس هلا بدي اشوف اكثر، بدي ضل معك انا هلا، ما راح اعطيك مفاتيح دغري، ما فينا اعطيك مفاتيح سيارة دغري هلا. او ابنك جاي ساقط فجاه، انت بصير يقول لك بابا انا عم بروح على المدرسه كل يوم عم بدرس، تقول له لا 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 بدي راقبك هلا، بدي اشوف، افرجيني فروتك، أنا سمحتك لكن فرجيني فروت، بدي أعرف شو عم، بدي أسأل المعلمة، بدي أسأل عنك، بدي أشوف حول منك شو عم بصير. هذا يعني إنه بي بطل يحب ابنه لأطلاقا، أو هل هذا يعني بأنه ما سامحه لأطلاقا؟ سامحه، لكن تعرف شو يريد الآن؟ أن يبني، يريد أن يراقب، يريد أن يرى فعلا إنه هذا رجل يريد أن يتغير. فايدك إله يا رب، إذا أنت بتعرف إنه هيك صار، ولا ربما أنت وقعت لك شي وقع ما عم تعرف تطلع منه، والرب عم يطلع فيك عم بيقول لك الان طب الحل بايدك، طب سمحني يا رب سمحني، طب شو قديش بدي ضلني اقول لك سمحني؟ الرب عم بيقول لك الان سمحتك من زمان، المشكله مش اذا بسامحك ولا لا، انا مسامحك من اول نهار انت طلبت مني الغفران، سمحتك دغري، لكن الان لكي تعود الى العهد السابق، العهد اللي كنت تفتح عيونك وتشوفني هنيك، العهد اللي كنت قبل ما تبلش تصلي حضوري يملا المكان، العهد اللي لان اول ما فتحت كتاب المقدس بلشت الاعلانات تفيد عليك وكلمتي تحيا فيك وامور غير عاديه وابواب غير عاديه تفتح امامك، ان اردت ان هذه تعود عليك أنك أنت تبني مجددا صداقتك فيا، لأن الخطوات اللي أنا لازم أخذها قد أخذتها الآن، تعالوا إلي أنا أجي إليكم، اقترب مني فأقترب إليك يقول الرب. لا الآن أنا بحب ألعب تشيس أو شطرنج، ما بعرف طوله بعد شطرنج. تشيس بيقولوا بالإنجليزي it's your move. ما في الله يلعب على دورك. هلا خطوتك أنت. لا هو عمل كل الخطوات. هلا خطوتك أنت. إجا دورك هلا. إجا دورك تأخذ الخطوة. إيه يا رب بس أنا في ناس بيقولوا أنا خايف أقعد بالبيت، إذا بدو يلمسني. غلط. لأنه دورك هلا.
في ناس بيقولوا انه الرب مش قادر. طب انا تعبت، انا صار لي كذا سنه مؤمن تعبت ما عم بقدر صلي، ما خلي الرب يعمل بحي. غلط. خطوات الان انت ينبغي ان تعملها، ولا فيك تضلك هيك نشفان تعبان كسر ما فيك حياه، خسرت كل شيء من بعد ما وقعت لك شي وقعه كبيره وعم تطلع لفوق. انا كنت هيك، تطلع باشخاص تقول لي انا هيك كنت، كنت مثل هذا الشخص مولع، كنت مثل هذا الشخص طاير، كنت مثل هذا الشخص بعرف كل شيء. ليه هيك صار معي؟ ليه ما عم بعرف اقرا؟ ليه ما بعرف صلي؟ ليه ما عم بقدر اخذ شفائي؟ ليه ما عم بقدر اخذ من الرب؟ ليه ما عم بقدر اخذ من قبل بحماسه؟ ماذا حدث؟ اقترب الي فاقترب اليك يقول الرب. وتسالون في ناس كيف نرجع؟ ما ارجع الي من قلبك. سفر ملاخي بيحكي كثير كيف نرجع، ارجع الي بتقدماتك. انا ما عم بحكي الان لا 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 ما تفهمني غلط، ما عم بحكي عن العشور، ما عم بحكي عن العشور رغم انه هذا موضوع جزء منه، بس مش هذا اللي عم بحكي عنه الان. تقترب بتقدماتك، تعرف شو معناتها؟ تقدم بتقدماتك بعبادتك، تقدم بصلاه، تتقدم بصلاتك بقراءتك بحياتك اليوميه اللي هي ذبيحه حيه مقدسه مرضيه امامه. أن لا تتكيف مع هذا الدهر. أوه حللويا، لأنه عرفت ما قد رسمته لكم. لاحظ من بعد هذه الآية الرائعة بإرميا 29 الآية 11 بقول لي أني عرفت ما قد رسمته لكم، خطط سلام لا شر، لكي أعطيكم مستقبل ورجاء. فتطلبونني وتجدونني إذ طلبتموني من كل قلوبكم. إنها حركتك الآن، إنها خطوتك الآن. ينبغي أنك أنت تأخذ الخطوات، لأن يسوع أخذ كل خطوات. وبعض الأحيان ينبغي أن تأخذ خطوات أنت مش شاعر فيها، لكن بتعرف أنه إن أخذت هذه الخطوات، هذه خطوات قد تكلفك بعض الأحيان أوقات، قد تكلفك بعض الأحيان تضحيات، قد تكلفك بعض الأحيان لربما كل شيء، لكن تعرف شو؟ من دون هذه الخطوات لن ترى خطة الله الكاملة المرضية في حياتك تعمل. ذكر بحياتي صار لي 21 سنة تقول لي وقعت يا أسيس، أوه عدد شعر راسي، لكن نشكر الله بعد ما وقعت لي شي وقعة تقيلة يعني. لكن الآن أنا من مكان خطر، كل ما بتعلق كل ما الآن ممنوع مراقب. كتاب مقدس بيقول صرت منظر للملائكة، الملائكة بتطلع عليك. نا هذا مش خبرية حلوة على فكرة، شو معقول الملائكة عم تطلع عليك مش خبرية حلوة؟ إيه لا مش خبرية. بتعرف ليش؟ لما تطلع عليك الملائكة يصير يقولوا ليك يا عمي هالأيوب، ليك شو لذيذ عنده كل شيء، ليك ليك شو رائع، برافو أيوب برافو. وفجأة أنا بيطلع عليك الملائكة بصير يطلع عليك ملك ساقط. هذا عنده كل شيء لأنه هيك، شيلها يلا نشوف شو بصير معه. وفجأة التحديات تصير أكبر، وفجأة صرت منظر للناس للملائكة ولله. وين ما بتروح بالسوبر ماركت في حد عم بيراقبك، بالشارع وين ما بتروح في كل أماكن. لكن تعرف شوي أحبائي، هذا بعلمك أن تسلك بتدقيق أكبر وأكبر وأكبر. تلاقي بتعرف شو هذه العلاقة مع الله سمينة لدرجة أنه مش مستعد أن أخسرها بأي شيء في هذا العالم. مش مستخف فيها، مش معتبر أنه ما عليه يسوع بيسامحني، لا. مشان هيك يا أحبة الكتاب يقول أن النعمة تعلمك أن تسلك بعيد عن أمور الجسد. هذه النعمة، نعمة تعلمك، النعمة تعلمك. أعلن هيك مع الآن، ومش راح تفهم شو معنيت أنك عيش بالنعمة غير لما تعلى وتعلى 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 وتقول لا 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 أنا النعمة الآن ما رح ضحي الآن بعلاقتي بالرب بأي لذة من الجسد الآن أو شهوة بالجسد الآن أو أي شيء في هذا، مش رح ضحي الآن، مش رح ضحي، لا 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 أريد أكثر منه. ارفع يديك هيك واعلن
يا رب أريد صداقة، لأنه هذه المسحة مكلفة أحبائي. لأنه الموضوع مش الجسد، مش مين أنا. أنا وأنت ناس عاديين، لكن في دعوة غير عادية. أنا وأنت بشر، لكن هاليلويا مسحة الله تتجلى من خلال هؤلاء البشر. مسحة الله تتجلى من خلالك ومن خلالي. هاليلويا. أعلن 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 يا رب، أنت هو ابن الله، أنت هو المسيح ابن الله الحي. أريد يا رب أن أقترب منك أكثر وأكثر 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 كبطرس باسم الرب يسوع. بدي فريد تسبيح نطلع الآن جميعا. بلش صلي، صلي أكثر، زبط علاقتك مع رب الآن. محتاج تاخد خطوات. في منكم محتاجين أنه ياخدوا وقت صلاة مع الرب، في منكم محتاجين أنه ياخدوا أوقات كثيرة مع الرب، في منكم محتاجين أنه يخصص نهار للرب، في منكم محتاجين أنه يقعد اليوم يقرر أنه يبلش يغير أمور بحياته من أجل أن يعيد الثقة. يا رب أنا بدي إياك ترجع توثق فيي، أنا بدي إياك يا رب ترجع تصدقني. بدي أنه عملك يا رب بحياتي يكمل ويكمل ويكمل. بدي منك أكثر يا رب. أريد أكثر، أريد أكثر، أريد أكثر، أريد أكثر. أريد أن أوصل لمستوى يا رب أنه خيالي يشفي المرضى بسبب مسحتك. أريد أن أوصل يا رب إلى أيام لعلاقتي معك كعلاقة أخنوخ. أريد أن أصل إلى هذه الأيام أيها رب، أن أقترب منك لدرجة أن أسير معك يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم كل أيام حياتي، ويكتب في سفرك أن هذا الرجل سار مع الله، والتاريخ يتحدث بأن هذا الرجل سار مع الله، وكان الله أمين، وكان الله عادل، وكان الله يستخدمه، وكان الله يعلن من خلاله، وكان الله ومسحة الله تمتد لشفاء وتحرير وخلاص البشر باسم الرب يسوع. أريد هذا يا رب، أريد خطتك ليس فقط المقبولة وليس فقط المرضية، أريد خطتك الكاملة في حياتي. أعلنك كل واحد اللي يا رب دي خطتك الكاملة في حياتي. نعم 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 نعم. هللويا 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 هللويا. مجدا 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 مجدا. أعلن أعلن أعلن، ما توقف عن فرج. هللويا. مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. مشتاق لعملك فيا، اشخاص كثيرة محتاجين تبلش علاقة جديدة مع الرب. بدك تترك مكانك لأنك تطلع لقدام بسرعة. هللويا. عملك في مشتاق، واحتاج لمسة قوية. يهمني يا يسوع. أي شخص الآن محتاج أن يبلش بداية جديدة مع رب الآن، بدك تترك مكانك الآن وتيجي توقف قدامي بسرعة. هللويا. اركض اركض، ما توقف هيك، ما تمشى، تعال بسرعة 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 بسرعة. مشتاق لعملك فيا. هللويا. محتاج للمسة قوية. مشتاق لعملك في لمسة لمسة قوية. يسوع. هللويا. انهيني يا يسوع. بدي خدام الكنيسة يساعدوني بليز. انهيني يا يسوع. عملك فيا محتاج.
وريني
مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارميني. انا محتاج لمسة روحك تغيرني، انا محتاج يا يسوع لما يطهرني، انا محتاج لمسة روحك تغيرني، انا محتاج يا يسوع لما يطهرني. وحقك بيحررني، إن كنت ضعيف قويني، إن كنت حزين عزيني، إن كنت خاطي برقني وشفيني. البسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي حنانك ورويني. إن كنت ضعيف قويني، إن كنت حزين عزيني، إن كنت خاطي برقني وشفيني. البسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. ورويني وعسير صوت علينا مالكنا
تريد مرتفع من كل قلبك لها. نعم قل يا رب الآن تعال من جديد. بحبك العجيب إلهب قلبي إلهب قلبي فأشبع قلبك فأشبع قلبك بصدق حبي. كل قلبك الآن بحبك العجيب بحبك العجيب إلهب قلبي إلهب قلبي فأشبع قلبك يا رب فيشبع قلبك بصدق بصدق حبي يا رب بصدق حبي. كل قلبك لأن تعالى برعش بكل عظام تعالى برعش بكل عظام روحك يملأ كل كياني تعالى وبات كل أحزاني كل خطاياي يا رب وخفقاتي الآن انهدني يا يسوع قل من قلبك الآن انهدني يا يسوع الآن الجديد يا رب لأني مشتاق لعملك فيا مشتاق لعملك فيا محتاج للمسة عليك وتعودت عليك يا رب صرت عايش مخلص لأني تعودت عليك لكن ما في حياة معك وما عندي علاقة فيك حقيقية يا رب أنا حزين عن كل مرة أحزنت